نحن الآن في موقع حادث مروري مؤسف أودى بحياة 3 ركاب وإصابة 6 آخرين. سبب الحادث السرعة العالية والاجتياز الخاطئ من على طريق سامراء فلوجة. بداية أذكر هذا الطريق طريق استراتيجي يربط المحافظات الشمالية بمحافظة الأنبار ويشهد كثافة سير جدا عالية. يا أخوان الطريق ما يتحمل لا السرعة ولا يتحمل الاجتياز الخاطئ. 3 مركبات اللي شاركت بالحادث 3 مركبات وأودى الحادث بحياة 3 ركاب والآخرين 6 بحالة حرجة حاليا بالمستشفى. رسالتي أريد أوجهها لكم. عناصر الحادث 3 عناصر. العنصر الأول اللي هو سائق المركبة ودائما يكون هو المسبب الرئيسي لأغلب الحوادث. والعنصر الثاني الطريق. طبعا الطريق يحتاج إلى إنشاء مسلك ثاني ويحتاج إلى إعادة تأهيل. الطريق طبعا متهالك هو يحتاج إلى إعادة تأهيل وإلى إعادة تخطيط، ومثل ما ذكرت يحتاج إلى إنشاء مسلك ثاني لأنه يشهد كثافة سير عالية. فيا أخوان حاليا الطريق بهذا وضعه ما يتحمل لا سرعة ولا يتحمل الاجتياز، وكذلك الطريق موضوع عليه علامات ممنوع الاجتياز وممنوع تجاوز السرعة أكثر من 60 كيلومتر بالساعة. احنا طبعا هذا الحادث واحدة من السيارات كان الكيلو المتر مال واحدة من السيارات متوقف على سرعة 110. طريق ممر واحد متواجه، ممر واحد متواجه بيتحمل طبعا السرعة، لا مفصول جزرة وسطية ولا مفصول بأي خط نهائيا. فاللي نرجوه من عندكم يا أخوان حافظوا على أرواحكم، التزموا بقواعد السير والمرور والتزموا بالسرعة المحددة لكل طريق. مع تمنياتنا لكم بالسلامة.